صباح الخير. وقد كنا رايحين يا اندروما يا الغزاوات، 70 كيلو هكاك. قالوا لنا رايحة كاع عقبات. البارح بتنا في روبرت لاباس، كان الريح بزاف ولا بلاش فاني ممنوع فيها نباتو، سما بتنا في روبرت. استقهوينا في رجقون ودوكا رايحين رايح تحت لمسان، باش ما ندخلوش لمسان. من نهار روحو هذه الدروما فيها بيت شباب، خاص كل غزاوات مش كيتش خاونا نباتو، ما كاين لي زوتيل ما يخليوش تبات والو. كيما انا نقولو مدريد عمر لي زوتيل ما خلاو، ما كاش مين تبات، كاتبي ممنوع. زي صبنا البارح دار شباب، نعم خلنا بيت تحت لمسان، فتنا البلاكا ما قلناش بزاف، حنا 50. انا في طريق تاع مغنيه في اندروما، طريق وحده، فحنا نبيتو في اندروما بيت شباب. ومن بعد حد الان من بلي صافي هاي راح كاع بلا، قالوا لنا طلع طلع ما كان حتى طلع راح بلا بلا. بس عندك كي قربوا اندروما كاين شويه جبل نفوتو. هنا انا في طريق تاع اندروما شوية صعيبة، طلعة هبطة طلعة هبطة، تعيش شوية خصي شوية الريح يبلوكيك. هذه هي قلنا 16 كيلو، بعد نلحقو نضيحو غدوة نكملو غدوة ما شاء الله الدنيا عطاب. هنا لحقنا دار الشباب تاع ندروما، نباتو هنايا هاي قبلتنا وناس تقهواو. غدوة المحطة الأخيرة ما شاء الله عندنا 57 كيلو برك، قالوا على صبيحة نلحقو كيف كيف بالك. ما دار الشباب باسكو ما كاش كيف يخلونا نباتو في لابلاج. وغدوة تخلص الرحلة بعد 11 يوم، كان نهار اليوم خلاص. جاز بخير جاز بخير، بقى غدوة وخلاص. السلام عليكم، حنا رانا مقلعين من مرصاد الميدي، طيب طريق تاع تونان. كان طلعوا حدادة قالوا لنا فيهاش عقبات بزاف، هذا 60 كيلو برك. هذا طريق باب العسا، باب العسا هذا حطلو على الحدادة، قاعد 4 كيلو برك. طريق شبه بزاف، هاي الريف كاين غابة. الطريق تاع مو تخرج من باب العسا ومو دي بوكانون، تروح البوكانون اذا ماش غلط. كيفا؟ ايه خير ما تاكل فطور شغل كبير تنعس. هنايا رانا في عند حدادة تاع مروك، فوق نشوفهم باسكو مغطية، المهم الحدود المغربية غير هنايا، هذا الكارتي تاع مروك، نورمالمون يبان أو يبان من هنايا، كاين الجندرمري وكلش. هاي المغرب، ها الحدود، هذي مروك، هذي هي مروك. هنايا الجزائر واللي هيك المروك، غير هنايا 40 ل 50 متر. Thank you.
هنايا رانا لحقنا الحدادة مرصبة مهيدي، هنا خلاص الرحلة. هدف الرحلة كان هنايا، دوك هنايا لحقنا. هاي مروك قابلتنا من هنايا عبد اللطيف، اوك هنا بوريدة.